دعونا نتعرف على المزيد. ومعي عبر الهاتف دكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أهلا بك معنا في أون لايف. يعني حفاوة وود وتقدير بدت بشكل كبير بين الرئيسين خلال المؤتمر الصحفي، هل يعطي هذا أي انطباع لما هو آت فيما بين مستقبل العلاقات ما بين مصر وتنزانيا على كافة الأصعدة؟ نعم بالتأكيد، لأنه هذه الزيارة إلى تنزانيا هي جزء من جولة أوسع يقوم بها السيد الرئيس، وهذا تفعيل قوي ومباشر لأداة الدبلوماسية الرئاسية التي هي الأداة الأكثر نجاعة وأكثر نجاحا في تحقيق الأهداف، بالنظر إلى أن القادة الأفارقة يحتاجون إلى تواصل مباشر مع مستوى السياسي الأعلى في مصر، لأنه هذا ينم عن تقدير مصر لشقيقاتها الإفريقيات، ويضمن أيضا تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من تعاون سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاستثماري، ويساهم في إزابة الانطباعات والصور المغلوطة السابقة، ويزيل العقبات التي قد تطرأ والتي قد لا تستطيع البت فيها المستويات الأقل تمثيلا من مستوى السيد الرئيس، وبالتالي أداة فعالة ومباشرة وتصوب نحو الهدف مباشرة، وهذا يأتي في إطار الاهتمام المصري العميق بالعودة إلى القارة الإفريقية واستعادة الساحات والمكانة والدور التي فقدتها مصر في عقود سابقة. طيب دائما ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب، يعني تماما، يعني كما يخرج بكل صدق، ورئيس حقيقي صادق في توجهه تجاه إفريقيا، ليس تحقيق مصالح فقط فحسب أو تعزيز جوانب الشراكة والاستفادة المتبادلة ما بين مصر وغيرها من الدول الإفريقية، ولكن رغبة حقيقية في النهوض بالقارة الإفريقية وبشعوبها وحقها في مستقبل وغد أفضل. يعني هل يدرك القادة في إفريقيا، هل تدرك شعوب إفريقيا وتلمس هذا الصدق في التوجهات المصرية؟ أعتقد أن هذه الرسالة التي عبرت عنها حضرتك ويعني تصل بوضوح شديد، لأن مصر تقوم بدور فاعل ومهم ومستمر في العمل الجماعي الإفريقي. الرئيس يحضر أيضا القمم الإفريقية بشكل مباشر، مصر تستضيف الكثير من الفعاليات والأحداث، وآخرها القمة المرتقبة خلال أسابيع مصرية الإفريقية هنا في مصر، فالاهتمام الواسع النطاق بالقضايا الإفريقية سواء على المستوى الجماعي كما ذكرنا، وأيضا على المستوى الثنائي كما نشاهد في هذه الجولة وفي جولات سابقة، هذا كله ينم عن اهتمام حقيقي على أرضية الدور التاريخي والرائد لمصر في القارة الإفريقية. وكون مصر دولة إفريقية بارزة ساهمت من قبل في مسيرة الوحدة الإفريقية وفي الدفاع عن القضايا والتحرر والنهوض، وهي تواصل هذا الآن، وهذا لا ينفي أيضا مخاطبة المصالح المشتركة، لأن هذه الدول لديها مشاكل وأزمات، ومصر أيضا تحتاج إلى تعاون مع إطارها المباشر سواء في حوض النيل أو في الجوار الإقليمي، وهذه مصالح متبادلة لا يمكن التفريط فيها في كل الأحوال. طيب في 2001 مجلة The Economist عنونت أحد التحقيقات لها عن أفريقيا بقارة بلا أمل، في إشارة إلى أفريقيا. في 2011 نشرت نفس المجلة عنوان مغاير تماما ووصفت أفريقيا بالواعدة. هل في 2020، أي بعد 10 أعوام من 2011 أو 2021، هل يمكن أن نتوقع ما هو العنوان القادم؟ العنوان القادم يمكن قراءته من التكالب الذي نشاهده الآن على إفريقيا، وهذا التكالب يأخذ نطاق واسع للغاية، لا يقتصر على الدول، على القوى الدولية، ولكن أيضا يمتد على القوى الإقليمية الطامحة والصاعدة. نشاهد دولا مثل تركيا، مثل الهند، مثل إيران، مثل إسرائيل، كلها تسعى إلى أدوار في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى الدور القوي للغاية للصين وكذلك للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. فكل هذا التكالب يوضح أن قارة إفريقيا هي قارة المستقبل، قارة الثروات غير المستغلة، وبالتالي هي قارة
الفرص الكبيرة للنمو نعم. والاستثمار والشراكة المثمرة. شكرا لك، كنت معي عبر الهاتف دكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.